أحبتي في المسيح، بعد أسبوع كامل من الغياب نلتقي مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم المليء بالفقرات الحلوة والشيقة، المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية. مشاهدينا الكرام، نعمة وسلام المسيح مع جميعكم. أحييكم بفقرة جديدة من فقرات أسئلة المسلمين الشائعة. دائما تسمع أخواتنا المسلمين يقولون الغرب المسيحي هو اللي احتل بلادنا وقتل عيالنا ونهب ثرواتنا. شوف الحروب الصليبية وش سوت بنا، ولا تعال شوف بوش ايش سوى بالعراق، إلى آخره من هذه القصص. حبيبي، الغرب ما هو بمسيحي، وأنا ما ألومك لأني كنت مثلك، أحسب أن المسيحية جاتنا من عند الغرب. لكن الحقيقة أن المسيحية أصلا جات من عندنا، من الشرق الأوسط، يسوع المسيح من الناصرة، وانولد في بيت لحم ولجأ في مصر من وجه هيرودس. ورسول المسيح بولس درس في دمشق على يد حنانيا، ومنها نشر المسيحية لأوروبا كلها ونورها بنور المسيح. ولو تجي للغرب هذه الأيام للأسف تلاقيهم معظمهم صاروا ملحدين، وإذا كانوا مسيحيين فهم مسيحيين بالاسم طبعا معظمهم، والمسيحيين الحقيقيين هم نسبة محدودة وقليلة في كل بلد ومدينة. وهذا اللي قاله المسيح. إيش قال المسيح؟ قال: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. لوقا 12:22. المسيح لما وصفنا بالقطيع الصغير، وهذا أمر طبيعي، ولكن على الرغم من هذا حنا نملك أهم شيء في العالم. حنا معنا المسيح يسوع الناصري، حنا أهل الملكوت. فاهم يا محمد؟ وأنت يا عبد الرحمن ويوسف وعلي، موسى، سلطان، مشاري، جراح، وأنت يا عهود، موضي، مها، نورة، جميلة، أميرة، سميرة، عيب علينا أنه يجي واحد أمريكي أو بريطاني ويكلمنا عن المسيح اللي هو أصلا من عندنا. حنا للزوم علينا نتبع المسيح اليوم ونتعلم منه ومن تعاليمه ومن اللي يعطينا إياه الروح القدس كل يوم من عند الأب، ونعطيه الناس ونشاركهم بالبركة الموجودة عندنا وحنا مش مقدرينها. تعال اليوم للمسيح وهو يعوض كل الأيام والسنين اللي فاتت، لأن الوقت المناسب علشان تجي للمسيح هو الآن. الآن، لأن المسيح حي ومنتظرك. آمين. غيرك قالها، ما حد يقدر يقولها، الدنيا وكانها ريح كنا حمولها. ما حد غيرك قالها، ما حد يقدر يقولها، الدنيا وكانها ريح كنا حمولها.
تعالوا وكل يجيب أحماله. قلت لينا تعالوا كل يجيب أحماله عندي يرتاح باله والسعادة ينولها. ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. الدنيا وافكارها تريحونا حمولها. ما جيت لجلن قدام جيت للبشر خدام. أتألم وانظلام حتى يعيشون بسلام. ما جيت لجلن قدام جيت للبشر خدام. أتألم وانظلام حتى يعيشون بسلام وسلامي فوق عقولنا. ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. الدنيا وافكارها تريحونا حمولها. مع اني بار وصالح دعوتي للخطا انوب عنهم وصالح وكن لهم حياة. مع اني بار وصالح دعوتي للخطا انوب عنهم وصالح وكن لهم حياة. وحق وطريق يمشوا بها. ما حد غيرك قالها ولا حد يقدر يقولها. ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. الدنيا وافكارها تريحونا حمولها. سماينا بصعد لكن ارسل لكم روحي عزي ويسند طول الطريق يعينكم. قلت سماينا بصعد لكن ارسل لكم روحي يعزي ويسند طول الطريق يعينكم. فطلوعها ونزولها ما حد غيرك قالها يقدر يقولها. ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. الدنيا وثقالها ريحكم نحمولها. ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. الدنيا وثقالها ريحكم نحمولها. تعالوا وكل يجيب أحماله. قلت لينا تعالوا كل يجيب أحماله عندي يرتاح باله والسعادة ينولها. ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها. ما حد غيرك قالها وما حد يقدر يقولها. الدنيا وثقالها اريحكم نحمولها.
يقول القرآن عن المسيحيين: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبغض النظر عن ما تحتويه الآية من تكفير واضح وصريح للمسيحيين وما يترتب عليها من أحكام ومعاملات شرعية تبيح دم ومال وعرض المسيحيين في العالم، ألا إني اليوم بتكلم عن سبب التكفير نفسه. فالإسلام يقول إن الله ليس المسيح، والمسيحية تقول إن المسيح هو الله. والمهم هنا نعرف الحقيقة، هل المسيح ابن مريم هو الله أم لا؟ وإذا كان المسيح ليس الله فمن يكون المسيح؟ وعشان نوصل لنتيجة خلينا نشوف شخصية المسيح من خلال القرآن والإنجيل مع بعض. فكيف وصف القرآن المسيح وكيف تحدثت عنه المسيحيين؟ والحقيقة أن القرآن بالنسبة لي هو أول شاهد بأن المسيح ابن مريم هو الله فعلا. فلم يصف أو يوصف القرآن شخص بما وصف به السيد المسيح أبدا، بصفات لا تليق أو تنطبق إلا على الله وحده. ولعل أول شاهد على ألوهية السيد المسيح هو تعمد القرآن تسميته بالمسيح ابن مريم. فمع العلم أن القرآن يقول إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني كلمة الله وروح من الله، ألا إن القرآن لا ينسب المسيح لله أبدا ويصر على ذكره بالمسيح ابن مريم بس، وكأنه كلمة مريم وروح منها هي مش كلمة الله وروح منه، أو كأنها حملت بالمسيح بقوته وإرادته الذاتية بدون أي تدخل إلهي. فنشوف خوف وحذر كبير جداً في القرآن من ارتباط اسم الله بالمسيح حتى لو ولو كان بشكل معنوي أو بعيد. وعموماً خلوني أسأل هنا، هل يعتبر المسيح المولود من مريم إنسان طبيعي؟ بشر عادي حاله حالنا؟ اللهم تميز بأنه مولود بدون أب؟ أو كان يملك طبيعة ثانية بالإضافة إلى طبيعة البشرية؟ يقول المسيح في القرآن إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمأ والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فالمسيح هنا يقول إني أخلق، وحط خطين تحت كلمة أخلق، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني على شكل طير، فأنفخ فيه فيكون طيرا، يعني من شبه طير إلى طير يطير تدب فيه الحياة، وبنفخة فقط من السيد المسيح. لكن غريبة، مش القرآن يقول والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا؟ يعني نفخة الله وهبت حياة، ونفخة المسيح هم وهبت حياة. فهل تحدث القرآن عن أي شخص وهب الحياة غير السيد المسيح؟ أو هل تعتقد إن السيد المسيح بشر عادي؟ كان يتعامل مع الجسم البشري وكأنه صنع يديه، يخلق العيون ويرجع الأطراف المبتورة ويطهر الأبرص ويعالج الأعرج ويشفي المريض. فهل الإنسان العادي يقدر يسوي نفس الأشياء اللي يقوم فيه السيد المسيح؟ كانت الروح تحت تصرف السيد المسيح، يرسله يمين، يوديه شمال، يحيي بها موتى، يهب منها حياة. فمن يملك سلطان على الروح إلا صاحب الروح وحده؟ كان المسيح يعلم الغيب ويعرف ماضي الناس ونياتهم وأرزاقهم وإيش يأكلون وإيش يشربون وإيش يدخرون. فهل فيه أحد يعلم الغيب إلا الله وحده؟ هل في أحد من البشر
يشبه المسيح، وإذا ما فيه مثله أجل من يكون؟ إنسان نبي كريم مؤيد بالروح القدس، صح؟ تعتقد أنك كذا حليت المشكلة أو عقدت أكثر؟ هل تعتقد أن الله يوزع قدراته وصفاته على الناس يشاركون فيها؟ وإذا كان يوزعها فليه يخص المسيح بالذات بكل ذا المعجزات والآيات دون غيره من الأنبياء؟ ليه ما أيد أشرف الأنبياء والمرسلين بالروح القدس؟ هو خاتم الأنبياء ورسالته آخر الرسالات، وأكيد هو أولى وأحوج تكون له كل ذا المعجزات. فاشمعنى المسيح بس؟ ليش المسيح بس من ولادته إلى صعوده مختلف؟ تذكر الأحاديث الإسلامية إن السيد المسيح الوحيد في الخليقة المقدس بلا خطيئة، فكل بني آدم مسهم الشيطان إلا المسيح ابن مريم، فهو المعصوم من كل إثم ودنس، لكنه بشر عادي، إنسان وبشر عادي، يعني قوة وسلطان وآيات ومعجزات وقداسة. فممكن تسأل نفسك من يكون؟ ليش هو بس القادر على كل شيء؟ اسأل نفسك، هل عادي كل ذا الأمور تصدر من إنسان طبيعي مثلي ومثلك؟ السيد المسيح كان آية متحركة، لمسته تهب شفاء وقوة، كان يقول للشيء كن فيكون، اشفي، اطهر، قم، ابكم، اخرج، كل شيء به كان، ومن غيره لم يكن شيء مما كان. به كانت الحياة، والحياة نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. إنه المسيح فقط وليس أحد سواه. يقول أنا والآب واحد، الذي رآني فقد رأى الآب. هذا هو المسيح في القرآن والإنجيل، يخلق ويحيي ويهب حياة، يشفي ويعلم الغيب ويغفر الذنوب ويتصرف بالروح، وكل هذا بمجرد كلمة كن فيكون. يقدم المحبة وينشر السلام ويعلم الناس، فمن له أن يفعل كل ذلك أو يقدر عليه إلا الله وحده؟ الموضوع مش فكرة تحولت إلى حقيقة، الموضوع حقيقة تحولت إلى واقع. نعم، إن المسيح ابن مريم هو الله المتجسد فعلا، جاء ليكون لنا حياة ويكون لنا أفضل وينقذ ما قد هلك. عاش بيننا وتحمل أوجاعنا ومات جسده على الصليب لأجلنا وقام في اليوم الثالث. مش إحنا المختلفين فيه، لأننا نعرفه تمام المعرفة، لكن حاول أنت تتعرف عليه، فعظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وشكرا لكم على المتابعة، وأشوفكم على خير في الأسبوع القادم في أمان الله. الرب راعيني فما أحتاج إلى شيء، في مراع خضر يربضني، وإلى مياه هادية يقودني، ينعش نفسي ويرشدني إلى طرق البر إكرام لاسمه. حتى إذا اجتست وادي ظلال الموت ما أخاف شر، لأنك معي، عصاك وعكازك هم معي يشددون عزيمتي. تبسط قدامي مأدبة على مرأة من أعدائي، مسحت بالزيت راسي وأفضت كاسي، إنما خير ورحمة يتبعوني طوال حياتي، ويكون بيت الرب مسكن لي مدى الأيام.
أحبتي في المسيح، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وحنختمها زي ما يقولوا ختامها مسك في هذا الاختبار اللي جانا من بغداد. الأخت ف من بغداد تقول: أنا ولدت في بغداد وتعلمت في جامعتها، ونشأت في أسرة مسلمة سنية سلفية متشددة. عندما أصبحت 18 سنة كنت أبحث عن الجامعات العريقة في العالم والدراسات الكبيرة، وبالصدفة وجدت مقطع على اليوتيوب عبارة عن نقاشات إسلامية ومسيحية. بدأت الأسئلة والشكوك تدور في رأسي، وبدأت أسأل الشيوخ في بلدي عن نشأة الإسلام وعن هذا المقطع والمقاطع الموجودة على اليوتيوب، فقالوا لي بشكل قاسي: هؤلاء كفرة ويجب عليهم أن يتوبوا. فكانت النتيجة أني طردت من عملي، ولكن هذا يجعلني أكثر شغفا للمعرفة عن شخص الرب يسوع المسيح. وأيضا زادت أسئلتي عن محمد والإسلام، ولماذا الكلمات الآرامية موجودة في القرآن، حتى كلمة قرآن هي في الأصل كلمة مسيحية. وعندما ظهرت داعش وهي تمارس الإسلام بكل دقة وتستخدم آيات قرآنية وحديث لتبرير القتل والسرقة والاغتصاب، تيقنت أن الإسلام دين عنيف. وفي نفس الوقت كنت أقرأ في الموعظة على الجبل للرب يسوع المسيح الموجودة في متى الإصحاحات 5-8، وبها مبادئ الإيمان المسيحي، كيف أن المسيحية دين سلام ومحبة ومغفرة. ولكن أكثر شيء لمس قلبي هو قول المسيح في متى 5-43-48: سمعتم أنه قد قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فهي أجر لكم، أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على أخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. أشكر الرب يسوع المسيح لأنه ران الطريق والحق والحياة بالمسيح يسوع. آمين. الرب يباركك يا أخت ف من بغداد ويستخدمك أكثر وأكثر. أنت يمكن كنت تبحثي عن جامعة عريقة عشان تدرسي فيها، لكن أنت الآن تعلمين أنه الرب كان يبحث عنك ولقاكي، والمهم أنه لما لقاكي ناداكي وانت قلتي لبيك يا رب وسمعت صوته واتبعتي يسوع المسيح. فأمين، أصلي من أجلك ومن أجل عيلتك وأسرتك، الرب يستخدمك لمجد خلاص النفوس في أسرتك. وأمين الرب يعطي أهل قريتك وبلدك أنه يفتحوا أذانيهم ويسمعوا لصوت الرب وهو يقول لهم: تعال أيها المثقل والمتعب وأنا أريحك، ويستخدمك أيضا في هذا العمل العظيم بالمسيح يسوع. آمين. أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وأترككم في رعاية المسيح إلى أن نلتقي الأسبوع القادم. إلى اللقاء.